شكرا دولة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بخالص التعازي لكل من فقد ذويه في هذا الحادث الأليم، وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين. النهاردة تم إبلاغ الإسعاف الساعة 12:04، أول بلاغ وصلنا تحركنا ضخينا عربيات الإسعاف، وصلت إجمالي العربيات ل 105 عربية إسعاف من سوهاج ومن محافظات دعمتنا، المحافظات المجاورة لمحافظة سوهاج. نقلنا 165 حالة إصابة، والوفيات ما زالت 32 حالة وفاة. أخلينا 100% من الإصابات حتى الآن من الموقع. فتحنا كل مخازن التموين الطبي في المحافظة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة وبتعليمات سيادة الرئيس تم توجيه طيارتين فيهم 52 من أفراد الأطقم الطبية من القاهرة في التخصصات الأوعية الدموية، جراحة العظام، الجراحات العامة والتخدير، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية كاملة للعمليات ولحالات الدخلي. نقلنا على مستشفيات سوهاج التعليمي، سوهاج العام، سوهاج الجامعي، المراغة وطهطة، والجسامين طبعا بننقلها على مستشفيات أخرى. وصلت الحالات المستشفيات اللي احنا خليناها لنقل الجسامين 12 مستشفى متفرقة. الحقيقة احنا عندنا رصيد كافي من الدم، محافظة فيها الكمية الكافية من كل الفصائل، وفي حدود 3400 كيس دم، ما بين كيس دم كامل أو بلازما، وضخينا من الاحتياط الاستراتيجي 3000 كيس وصلوا المحافظة، وما زال الكميات موجودة كافية من أكياس الدم والبلازما. وإن شاء الله الحالات طبعا ما بين حالات كدمات لحالات كسور، معظمها 70% من الحالات فيها كسور، والباقي حالات تحتاج تدخل جراحي دقيق. والحمد لله احنا بتوجيهات سيادة الرئيس تم إرسال طيارة حربية، هنتم فحص الحالات اللي ممكن ننقلها للقاهرة، واستعد معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي لنقل أو لاستقبال الحالات اللي محتاجة نوع من التخصصات الدقيقة. إن شاء الله احنا متواجدين في المحافظة ومنسقين بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة، وبإذن الله يعني تمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين، وإن شاء الله يعني مصر لا ترى مثل هذا النوع من الحوادث، وبإذن الله يعني التطوير القادم بإذن الله يعفينا من هذا النوع من الحوادث. وتاني يعني بتقدم بالشكر لكل أجهزة الدولة اللي اشتغلت معنا في إخلاء آمن للإصابات وفي التعامل معها. شكرا لكم. شكرا.